السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا فقرة المقامات اللي ما ماخذيها فترة، عندنا بعض المقامات اللي لازم نعرفها واللي كثير من الاخوان رادوا يسمعوها. فعندنا اولا معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير التقي بكم. واحنا عندنا دورات موسيقيه اللي هي تعلم العود، وايضا عندنا تعلم الغناء العربي، وبالتالي هذه الدورات هي اونلاين مباشره وياي عن طريق الانترنت. وايضا عندي القضيه الثانيه اللي هي الدورات حضوريه موجوده في بغداد. الان راح ندخل مباشره، طبعا اتصالكم يكون عن بخصوص الدورات عن طريق رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. عندنا اليوم مقام الأثر كرد، وهو طبعا من المقامات المستقلة، يعني لا حد يقول لكم أثر كرد أنه تابع للكرد، لا، أثر كرد هو مقام مستقل ويتألف طبعا هو من الأجناس التالية اللي راح ناخذها ونعزفها، وهذا مهم لكم جدا. طبعا هو هسه راح يكون عندكم ارتكاز تخلوه في بالكم أنه من الدو وينتهي الدو. الدليل مالته راح ياخذ سي بيمول، مي بيمول، اوكي، لا بيمول، وياخذ ري بيمول وفاديس يكون عندك عربي. بالتالي هذا فاديس العربي طبعا بالموسيقى الشرقيه احنا نكتبه بس الاصح وبالموسيقى الغربيه يكون عربي على النوطه. هذا للتبليغ. فيكون عندنا من الدو ري مي فا صول لا سي دو، هذا هو صعوده، وبالتالي عندنا أربع أجناس اللي هي جنس أثر كورد على الرست. هنا عندنا جيم أثر كورد على الرست، وعندنا أيضا من الصول إلى كذا راح يصير عندنا جنس حجاز على النوم. طبعا بالنزول احنا عندنا نزولنا هو بالنسبة للمقام نفسه، بالمقام نفسه هذا راح يكون عندنا من الدو سي لا صول فا مي ري دو، عندنا فقط جنس واحد اللي هو من الدو للصول، جنس كورد على درجة النوم. هذا كل من الأجناس، خلوها في بالكم وتبين عندك بالإحساس. يعني هسه أنا من أريد ابدي اعزف اثر كورد، هذا يسمونه اثر كورد، مقام اثر كورد، وخلوه في بالكم احنا قلنا هو الاثر كورد هو من المقامات المستقله. زين انا هسه جيت ابدا اعزف، راح شو يصير عندي قدامك؟ راح تبدي بالدو، دو، شوف ري بيمول، ري دو مي فا صول لا سي دو دو سي با، راح من ينزل عندك دو سي لا صول، راح يصير عندك كورد على صول. بالنزول عندك راح شو يصير عندك بدل الاصبع الرابع يصير عندك سي بيمول، حتى يصير عندك كورد دو سي لا صول فا مي ري دو، هاي عندك بالنزول. اذا صعود اثر كورد، واخواني اتمنى انه استفادتوا من هذه المعلومه ومن هذا المقام، وهذا فيكم بعمليه التقسيم. تحياتكم ومع السلامه، لا تنسوا لايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالقناه. مع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.